بعد فيديو جمعت انا وثلاث مطورين العاب عرب ورح نعمل لعبه خلال اسبوع واحد فقط. التحدي رح يكون بيناتنا احنا الاربعه، كل واحد فينا رح يعمل لعبه وبالاخير انتم حتشوفوا النتيجه، وطبعا بنعرف مين رح يعمل احسن لعبه. اخر مره عملت انا تحدي من هذا النوع كان حرفيا طول الوقت كنت مرضان، ما عرفت اشتغل ابدا، وحرفيا هذا اللي عم يصير. لكن هالمره ماني مرضان، لكن حرفيا ما قدرت اشتغل اللعبه الا يوم واحد فقط. انا مطول كتير، يلا خليكم على المقطع. الفيديو هذا برعايه اوبرا جي اكس. اوبرا جي اكس هو متصفح اوبرا مخصص للجيمر، وفي نسخه منه كمان على الجوالات وبتقدر توصلها في البي سي. واذا انت بتواجه صعوبه مثل كمبيوترك جدا زفت، بتقدر تستخدم جي اكس كنترول، بتقدر تعمل ليميت حرفيا للرام يوسج والسي بي يو وحتى الانترنت كمان، بتقدر تشوف واتساب وتويتش وحتى ديسكورد، بتقدر توصل لهم بكل سلاسه من غير اي صعوبات. واذا انت عن جد ترو جيمر عندك شغله اسمها جي اكس كورنر، بيحكي لك كل الاخبار الجديده عن الالعاب، بيعطيك افضل عروض الالعاب والتخفيضات كمان. ومره ثانيه شكرا لاوبرا جي اكس على رعايتهم لهذا الفيديو، ورابط تحميل للجوال والبي سي تقدر تلاقيه تحت في اول كومنت او في الوصف. فكرة الألعاب اللي احنا حنعملها حتكون على العشوائية، يعني كل واحد حيعمل فينا لعبة عشوائية، كل مرة بتكون تجربة مختلفة، وهذا اللي انا حامله حاليا. فوشي فكرت بفكرة بسيطة، والفكرة كانت اللي ببالي انه تكون كلاعب تمشي بماب لا نهائي ما بيخلص، وهدفك انك تلعب لاخر حد حتى تموت حرفيا، ما في اي طريقة انك تهيب فيها. فكرة بتشبه وشي بس اوكي. فوشي بدأت فيني ارسم اللعب، قعدت ارسم اللعب، ويعني انا ما يعني لازم اعتذر انا الرسم صراحة. بعدين لما خلصت رسم اللعب حطيته في يونيتي، ولما حطيته في يونيتي كان لازم ابرمجه شوية حركة، فقعدت ابرمجه حركة هيك على الكيبورد. واخر شيء ما هذا اللعب شكل روبن هود من سوق الجمعة، لكن اوكي بنمشيها هالمرة. بعدين انتم شايفين هلا اللعبة اللي احنا عم نمشي فيها، عم نمشي على مكان حرفيا ارضية ما في تحتنا. بعدين رسمت على السريع ارضية وحطيتها تحتنا وتحت اللعب، فايس هلا صار فينا نتحرك تحت. ليتس جو. بس ثواني، لما تتمعن شوي بالارضية ما بتلاحظ انه الارضية بيض حرفيا لون واحد، واللعبة المفروض تكون عشوائية. هذا الشيء حنغيره بعدين. المهم هلا لازم نضيف اسلحة لانه تحت قاتل وحوش. هو السلاح ضفته هو هذا السيف، شكله بيض لكن اوكي بمشي الحال. باي ذا واي كل شيء هون باللعبة انا راسمه، برمش انه فينك تاخذه للسيف، برمش انه فيك تضرب فيه، يا برمش انه لما تضرب بيتحرك بشكل بسيط هيك مثل انيميشن بسيط من السكريبت. ويا حاليا احنا معانا سلاح وعم نمسكه وعم نضرب فيه، ما في شيء نقاتله، فضل ستاين بسيط بينط وبيهجم عليك. يس مثل ماينكرافت، قصدي مو مثل ماينكرافت. المهم انه هذا هو السلايم وهي طريقه القتال، شكله جدا رهيب، لكن احنا ما حنضل نقتل السلايم صحيح. شو هو الشيء اللي احنا هلا لازم نضيفه اللي حيخليها جدا رهيبه؟ رح نضيف نحله. فضفت للنحله وصارت تقدر تقتلها مع السلايم وهالاشياء، وقاد دايمي انه اللعبه صارت ممتعه اوريدي. حرفيا عم بكذب على نفسي. فضفت السلاح اللي في ايدنا يرسم المكان عشوائي عشان تقدر اللعبه تكون عشوائيه وهي الشغلات. بعدين قعدت اظبط الماب جنريشن، شي ضفته اني رسمت مليون صوره حرفيا، بعدين حطيت انفينيتي، وباستخدام هاي الصور عملت ماب بويم عادي، هو حرفيا النورمال بويم هذا اللي قدامكم اللي شجره وحجرتين، وضفت بايوم احجار حرفيا، في وحوش طبعا جديده هذا البويم، ويا انه هذا بويم واحد من اصعب البويمات، وضفت بايوم هيك ناري، فيه وحوش ناريه وفيه اسلحه ناريه، والاسلحه الناريه هي اقوى اسلحه في العالم، وضفت ماب ثلجي كمان فيه وحوش ثلجيه، وهدول تقريبا اقوى وحوش في اللعبه، وضفت بايوم مثل البايوم العادي لكنه حرفيا اصفر، يب اصفر. بعدين كان هيك ببالي عم بدي اضيف بوشنز، يو نو لعبه رهيبه بدنا نضيف فيها بوشنز وما بعرف شو، فقعدت اضيف بوشنز بويز، والبوشن اللي ضفته حرفيا بوشن واحد فقط اللي هو السبيد، لما تشربه بتصير سونيك، لكن بتعرفوا يعني لا تستخدموا البوشن هذا كتير لانه حرفيا ممكن تدخل بوحش بالغلط ويقتلك على طول. يب لا تعملوا هاي الحركه في البيت. بعدين هون كنت قاعد واكتشفت ان اللعبه ما فيها يو اي، يب قعدت اعمل يو اي، ضفت انه بيحكي لك كم كوينز عندك هاي الشغلات فوق على اليسار، بيحكي لك الهيلث كمان تبعك، وبفرجيك كمان انه قديش ضل السلاح ورح كسر ضفت هيلث كمان للسلاح، بفرجيك شو السلاح اللي ماسكه انت، بفرجيك الكوينز كمان. ليتس جو. وخليت اليو اي كمان سموث، يعني اذا نقص الهيل تبعك او دمجتي او مسكت سلاح السلايدر اللي فوق بيمشي بطريقه سموث، يعني بيمشي بطريقه ناعمه جد، يعني بيعمل سلايد او يا ما بعرف اشرح لك، هذا هو شكله قدامكم. بعدين هلا احنا حرفيا عم نتدمج وما عم نموت ابدا، ما في اي موته في اللعبه، فضفت بارتكلز بسيطه هيك يعني بتطلع لما انت تموت، وضفت يو اي بحكي لك انه يو داي بتقدر تعمل ريتراي، وهي هي الطريقه اللي عملت فيها ان انا ما تموت. بعدين حرفيا ما في اسلحه كثير في اللعبه، فخليت كل بايم يرسم فيه شيء اربع اسلحه، حرفيا ضفت ليست طويل من الاسلحه، مثلا شوف هذا اكس ناري، شو الاكس الناري هذا؟ خنجر جليدي، وات از ذس؟ حرفيا بتمشي عم بتلاقي سكاكين، يعني اللعبه فيها كثير اسلحه بشكل غير نهائي حرفيا. بعدين قعدت احل شويه جلتشات لانه اللعبه كانت كلها مقلتشه، وطبعا بدي اخليها انه تقدر تلعبها ما هي جلتشات، لانه اللاعب لما يشوفها لازم يلعبها بشكل طبيعي، وقعدت اظبط الاوبتمايزيشن، يعني اللعبه ما حتلقلق معك وانت تلعب، لما تبعد من هاي النقطه كل شيء وراك بيختفي، ولما تقرب هاي النقطة كل شيء بيرجع يرسبن. فايب هذا كمان نظام قتلني مشان اظبطه، حرفيا قتلني قتل، عملت نظام تشانكس كامل ب 2 دي مان. بعدين اللعبة هون حرفيا خالية من الأصوات تماما، حرفيا عم تلعب كأنه بيس فول مود ماينكرافت. فبتعرف شو أنا عملت؟ رحت على موقع SFXR Brother، SF كنت
المهم انه هذا الموقع جدا رهيب مان، بيعمل لك اصوات بشكل اسطوري. هذا ما هو اعلان، فعاد تعمل فيه اصوات بشكل جدا رهيب. حرفيا بتعلي هذا السلايدر بيطالك صوت مختلف، بتخفف هذا السلايدر بيطالك صوت افضل، بعدين بترفع هذا الصوت. يب لا ترفع هذا السلايدر، بعد عنه تماما. المهم انه عملت كل الاصوات وحطيتها في يونيتي، وطبعا لازم ما عملت الاصوات على لعبتي، ما كانت فكره ابدا. بعدين الفكره الثانيه انه هلا لازم نعمل قائمه بدايه، وانا معي يوم واحد اني اعمل لعبه، هذا اليوم السابع حرفيا من الجيم جام، يعني ما معي وقت اني اعمل اي شيء. كان الساعه حرفيا 11:10 وانا مفكر انه خلال 10 دقائق اعمل مين منيو ولا لا، اعمل مين منيو ولا لا. فقررت اني ما اعمل مين منيو شباب، للاسف ما في مين منيو للعبه. نو لكن في شيء جدا اسطوري، انه السورس كود تبع هاي اللعبه حتقدر تحطه في اليونيتي بروجكت تبعك. يعني انا حاطيك ملفات اللعبه هاي وانت تقدر تعدل عليها، وعندي فعاليه رهيبه راح اعطيكم ملفات اللعبه حرفيا حجمها 2 كيلو بايت اور سمثينج، صراحه ما بعرف لكن حجمها جدا خفيف. راح اعطيكم السورس كود تبعها، فيها كثير انفينيشد ميكانكس شباب، فاذا لقيتوا في اشياء جدا خربانه وما هي كامله او اشياء كنت عم اضيفها وفجاه كنسلتها اعرفوا هذا السبب. ويا لما تخلصوا العابكم الرهيبه اللي حتعملوها بهذا الكت ابعتوها في التيكتس بسيرفر بالديسكورد، والادمنز حيبعتوا لي اياها. ويت ما بتعرف شو سيرفر الديسكورد، انت ضيعت عمرك كامل يا اسطى. راح تلاقي تحت بالديسكربشن رابط سيرفر بالديسكورد، اذا دخلتوا حتاخذ بطاطا ببلاش اولا، ثانيا جيمس راح يطلع لك من ورا الشاشه. بعدين كنت قاعد بامان الله عم فكر ليش اللعبه هيك بيض، شفت انه ما فيها جيمس، فضفنا له جيمس. فكرة جيمس انه حيكون بوس فايت حرفيا عم يقاتلك طول اللعبة، بس هيك جيمس مربع عم يقاتلك بوس فايت في اللعبة. جاد دايم حرفيا اللعبة خلصت افكار تماما. بعدين على سيرة البوس فايت، كنت قاعد هيك مع نفسي بعدين فكرت اضيف بوس فايت بيشبه الطيور، فقعدت احاول ارسمه لهذا الطير واحاول اخليه جدا رهيب واخليه هيك كتير اوريجينال، ولا فجأة عم برسم ولا عم شوف انجري بيردز رسبا قدامي. انا ما كنت عم برسم الانجري بيردز، ليش هذا الشيء طلع لي قدامي؟ المهم اني اضطريت استخدمه لانه ما ضل معي الا 5 دقائق اني اخلص الجيم جام، فاستخدمته حرفيا خليته مثل السلايم لكنه ضخم. جيمس والانجري بيرز هاد الاثنين نفس الشيء. حم اوكي صار شيء غريب شوي، صوتي تغير صحيح، في سبب منطقي. اوكي فيني اشرح، كنت قاعد بامان الله خبطت الميكروفون وما عم يشتغل. اوكي المهم يلا نكمل. فاللعبه ناقصها شويه هيك جيم فيل يو نو، فعشان نخلي جيم فيل لازم نخلي انه لما تدمج اي شيء ولما تاخذ كوينز ولما تعمل اي شيء يطلع مثل الرقم، وهذا الشيء اللي انا عملته. فيك تلاحظ انه انا لما اقتل سلايم او لما اقتل اي وحش عم يطلع قديش اعطاني كوينز، وكمان لما اضربه بيطلع قديش هو اخذ دمج. فيب هذا بيضيف هيك مثل جيم فيل رهيب للعبه. فيك هيك مثل كاميرا شيك بسيط عم يطلع لما اضرب بالسلاح الايدي، هذا كمان بيعطي جيم فيل بسيط. ضفت فيليجر بسيط ورسمت له يو اي تبعه. الفيليجر هذا طبعا جدا 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 غبي، لانه حرفيا اذا قتلته بس بيعمل نوك باك ما بيهرب منك، واذا قتلته بيشيل منك كوينز، فيب شبه تقتله هيك. لكن الفيليجر ما منه اي فائده، انتوا عاده ما تاخذوا البروجكت هذا فيكم تعدلوا الفيليجر شو بيعطيكم، فيكم تضيفوا ايتمات جديده، لكن حرفيا الفيليجر هلا ما بيعمل اي شيء حرفيا، بس تشتري منه اشياء غبيه. وحسيت الاشياء غبيه حاولت اني اضيف شيء غبي باللعبه، حاولت اضيف انه ما بيكون باكثر من اتجاه او بجميع الاتجاهات. حاليا ما بيمشي باتجاه واحد اللي هو على اليمين مثل ما انتم ملاحظين، حرفيا ما فيك تطلع لا فوق ولا لتحت ولا يسار، بس بتقدر تضل ماشي. حاولت اني اعمل شيء بسيط اني اضل ماشي بشكل لا نهائي، وما كانت فكره منيحه ابدا. ما بنحكي على الموضوع، كنسلت الفكره وخليته بس يمشي على اليمين، لانه حرفيا اجاني مليون كراش. انا حاول المايك الثاني زبط، ثواني نكمل تسجيل فيه وبس. هيك حرفيا بنكون خلصنا اللعبه، واللعبه جدا 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 بيض حرفيا، معموله في يوم واحد شباب. اوكي في يوم واحد، واللي ما بيعرف هذا الفيديو كان مجرد فيديو تحميسي، لانه في فيديو رهيب جاي على الطريق. يلا جايز بيس.